تصريحات مهمة جدا من مارسيل كولر، وقال لك الفلوس بالبطولات متعة. تعليقك يا استاذ حكيم على تعليقات وتصريحات مارسيل كولر. مارسيل كولر ده راجل، شفت هو بيعدل المايك للمترجم في اول لقطه، يعني تحسه راجل كده فني. اهم ميزه في مارسيل كولر التواضع، يعني راجل حقق تقريبا كل البطولات مع فريق النادي الاهلي، لكن تحس في نبره صوته التواضع، اللي هو بيحترم جدا المنافسين بتوعه. حتى هو بيتكلم النهارده على استاد ابيجان، يعني بيتكلم الراجل على ان احنا بدايه بطوله، بيتكلم على حاجه مهمه جدا ان احنا البطوله الوحيده اللي احنا ما خدناهاش هي كاس العالم للانديه. بيكلمك على اني انت لو كنت بتسالني وانا في اوروبا ان في منتخب او فريق افريقي ممكن يروح كاس العالم للانديه ما كنتش تصدق، لكن دلوقتي احنا شفنا المغرب، منتخب المغرب والانجاز اللي حصل رابع العالم. الراجل دلوقتي طموحاته بتتنقل لحته ثانيه، لكن هو راجل واقعي، بيتكلم على مباراه مباراه، بيكلمك على ماتش بكره، بيتكلمك على دور المجموعات، وبعدين ينتقل لمرحله مرحله. ودي اهم نقطه، ان انت بيكلمك على ازاي تخلق دوافع لعيبتك. وخد بالك دي ممكن الناس تشوف ده كلام مؤتمر صحفي، يعني بمعنى صح ممكن تكون الناس بتبص الموضوع ده، لكن المؤتمر الصحفي كمدير فني النادي الاهلي هو رسالته للاعيبته، ان هو بيقول لهم اللعيبه جعانه بطولات. فدي رساله للعيبه نفسها، ان خلي بالكم ان احنا الجماهير مش هتتقبل الفكره، لان بيقول لك جزئيه ان اللعيبه وهي انت بتحتفل بدور الابطال اللي عدى بتقول لك الكاس اللي بعدها، بمعنى ان انت تملي جماهير النادي الاهلي عندها ضغوط وعندها شغف للبطولات اللي بعدها، ده لازم ينتقل للاعيبتك ولازم يكون اللعيبه عندها موجود نفس الكلام. فده حتى المدرب لما بيقوله هو مش بيوجهه للجماهير بس، ده بيوجهه جزء منه للاعيبته، جزء منه شق نفسي، ان انت بتخلق دوافع جديده عند لاعيبتك ازاي تواجه استاد ابيجان. طيب عايز اسالك على موضوع اسامه ابو علي، عندك تفاصيل والكلام الكتير اللي بيتقال، احنا حاولنا نوضح هنا كذا مره لكن برضو الناس قلقانه مش عارفه الوضع ايه بالظبط. امبارح كابتن سامي قمصان صرح مع الكابتن شوبير وقال لك 10 ايام بالكتير، احنا قبلها اتكلمنا برضه على فكره ان شاء الله ما تقلقوش على ماتش اورلاندو باذن الله يكون موجود، حتى لو الجهاز الفني عايز يريحه ويحضره لبطوله انتر كونتيننتال في قطر هيكون جاهز. تفاصيل لو عندك. طيب هو بس الناس دلوقتي حاليا بتمسك في كلمه ممكن تكون تتقال في المؤتمر الصحفي يا استاذ محمد، وتاخدها كل واحد يفسرها على حسب طريقته. لا لا كولر النهارده، لا لا كولر يا الراجل ما يقصدش المعنى ان احنا مش عارفين راجع امتى، بمعنى ان هو مش عارف الاصابه ولا الموضوع غامض. اصل احنا عندنا مشكله دلوقتي ان الكلمه بنحولها ونقولها بالمعاني اللي احنا عارفينها. طب ما انت عندك امبارح مدرب عام والراجل التاني في الجهاز كفنيا طلع وقال لك من اسبوع ل 10 ايام، فانت عندك وضوح اكتر من كده ايه تاني؟